مهما كانت حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، مهما كانت صعوبة الاقتراب، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف. ومن هنا لابد أن تكون كل قضايانا محل نقاش. قضية عنوانها الأمة ليست بخير، يقودها حراك نحو التحرر من جمود النقل، وتيار يقول إن الدين الصحيح لم ولن يكن خصما للعلم والعقل، التنوير بين التحرير والتحريف. إنه الدين بالنسبة للفلاسفة والعلماء هو معيق. الدين هو أساس الحياة. لابد يكون في تطور في كل شيء. الدين لا يتعارض مع العقل نهائيا. وفصل الدين عن الدولة آفة. أنت لازم تتغير وفقا للمعطيات اللي هي قدامك. وقتاش الدول الإسلامية رجعت وتقهقرت لما بعدت عن الدين؟ الدين أصل والسلطان حارس. دولة تقدم بالعلم. والعلم جاي من الدين. إذا بدنا نفصل الدين عن الدولة بيطلع المجتمع فاسد. ما بصير يكون في خلط بينهم. وقت يتخلى الدين في السياسة احنا دخلنا في حيط. احنا بحاجة إلى مراجعة موروث الثقافي بتاعنا. في الوقت الحالي صعيب برشا. لأنه بيستخدموه بطريقة سياسية. محتاجين يعني التحرير العقل. حركة جديدة ومخ جديد. عظم الحدود. ياخذوا الباهي من الحركات التنويرية هذه. لازم احنا نواكب هذه الأمور. بس انا ما ينفعش نعمم الفكره. التطور ده ما يبقاش على حساب الاخلاق. وكل شيء عندنا واضح، انا بحاجه لحدا ينورنا يعني. لطالما اثار الحديث عن الاصلاح او التجديد في فهم الدين زوبعه من الهجوم والتشكيك، وصلت الى حد التكفير احيانا. المصطلحان يصبان في اعاده النظر بنص جرى الاجتهاد فيه من قبل، أمر يرى فيه البعض تطاولاً على الثوابت، واليوم تتكرر هذه الاتهامات مع انطلاق تيارات وحركات تنويرية تدعو إلى تعامل مع النص المقدس مباشرة دون الرجوع إلى اجتهادات بشرية حملت طابع القداسة. التنوير نظرية معرفية هدفها تحريك العقل المعطل وتحريره من تفسيرات ربما تجاوزها الزمن. اليوم وبطلب من التنوير هناك مطالبات باتباع نهج يدعو إلى النقد البناء وتقديم مراجعات تلمس عللاً دفعت بظهور التطرف والتراجع والانهزامية. ضيفنا الأول ينتفض ضد حركات التنوير ويتهمها بالتزوير وهدم الثوابت، ويحذر من الخلط بين التقدير والتقديس. فنحن لا نريد إلا معرفة الصراط المستقيم. الإسلام منذ أن انتصب منبر الإسلام تحت سماء مكة وهو يواجه تشكيكات ويواجه شبهات، فاسألوا إيه؟ أهل الذكر، كلهم في مجال تخصصه، سواء حتى من غير الدين، أهل الذكر في الطب، أهل الذكر في الهندسة. احترم العقل، ولكن ما نجعلش زي أوروبا أن نأخذ بحدود العقل من الاكتشافات إلى الأمور الميتافيزيقية أو ما وراء الميتافيزيقا. أما ضيفنا الثاني فيخاطب الجيل المعاصر ويحذره من الوقوع في فخ التراث الثقافي واغتيال العقل الذي هو أساس لأي نقل. التنوير يعني التفكير بوعي والسير على هدى. التفكير والحرية كلاهما شرط للنهضة واستمرارية وبنائها.
الإسلام ليس هو سبب في عدم التنوير في الأمة. مجموعة الظلاميين هم الذين اغتالوا التفكير والحرية. محل النقاش. أرحب بضيوفي في الاستوديو دكتور عبد المنعم فؤاد، مسؤول أروقة الأزهر العلمية. مرحبا بك دكتور معنا على شاشة العربية وفي محل نقاش. وأيضا دكتور سامر الإسنبولي، الكاتب والباحث، والذي ينضم إلينا في هذه الحلقة أيضا. مرحبا بك. مرحبا دكتور بك معنا. لماذا هذا الهجوم الشرس دكتور عبد المنعم على أي محاولات للتعامل مع التراث الديني؟ عادة ما يقابل هذا الأمر من رجال الدين ومن المؤسسات الدينية ومن حضرتك أيضا شخصيا بحالة من الهجوم، ربما وصلت في أحيان كثيرة، لست حضرتك تحديدا، ولكن قطاعات من الرأي العام إلى حد التكفير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشكر حضرتك على الاستضافة الطيبة، ويعني أرحب بأخي الأستاذ سامر. أولا مسألة التكفير دي، ده خط أحمر عندنا، ما فيش حاجة اسمها تكفير. مسألة احترام الأشخاص ده شيء طبيعي فينا، كل شخص له مقامه وله مكانته، لكن المعركة معركة فكرية. طالما أنت طرحت الفكرة بتاعت حضرتك، من حقي أنا أن أتقبلها أو يكون لي رأي فيها، لأنك أنت بتقول أنا صاحب حرية التعبير وحرية الرأي. فلما أفاجأ أن هناك من ينقل لنا مصطلح التنوير، وإحنا في الإسلام ليس عندنا تنوير، إنما عندنا النور المصدر الأساسي في القرآن الكريم سنتحدث عنه، تنقل النص بما هو وتنقل المصطلح قصا ولزقا وتطبيقا في البلاد الإسلامية، هذا هو الذي نقف عنده. حينما يقال لا سيادة التنوير في تعريفه العام عند شخصيات التنويريين الأفاضل، هو سيادة العقل على العقل، ولا سيادة على العقل إلا العقل. في أوروبا كان لهم ظروف معينة، فأخذوا هذا المصطلح وطبقوه، وبناء عليه ألغوا السلطة الدينية أو الدين بوجه عام، ولا يصح التنوير في أوروبا إلا إذا أقصي الدين تماما. لما أنقل هذا النص من هناك إلى هنا، إلى البيئة غير البيئة، والمجتمع غير المجتمع، الدين هناك دين الكنسي اللي كان في أوروبا كان يمنع التقدم والتكنولوجيا، ولو واحد اكتشف أو قام بنظرية معينة زي نظرية الجاذبية أو غيرها يسجن أو يحرق أو إلى غير ذلك. هل هذا يوجد في البلاد الإسلامية؟ هل الدين الإسلامي يمنع من التقدم، من العلم، من أخذ التكنولوجيا كطريق، من ده كل آيات القرآن تدعو إلى العمل والابتكار؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض ثم انظروا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالتنوير عندنا غير التنوير هناك. طيب اسمح لنا، لأن ما طرحته حضرتك أسئلة مهمة يمكن أن يرد عليها دكتور سامر. يقول لكم لماذا تحاولون الاقتراب بمفهوم التنوير بهذه الصورة الذي ربما سيؤدي إلى هدم ثوابت، رغم أن الدين الإسلامي يتسع لمسألة العلم ولمسألة التقدم ولا يعوق بأي حال من الأحوال أي من هذه الأمور؟ نعم، لابد من التنوير لنقطتين مهمين جدا. أول نقطة، التنوير ليس جماعة ولا حزب، لحتى يكون هو امتداد لحركة حصلت في أوروبا هنا أو هناك، فإن ظهر فئة واستخدمت مصطلح التنوير سرعان ما يصير ربط، إذن أنتم امتداد للتنوير في مكان معين، وبنظروا للأجندة التي خدمت الفئة التي نادت بالتنوير عم تنسحب للفئة الثانية اللي عم تنادي بالتنوير في بلاد المسلمين. هذا خطأ قاتل بيناتهم. التنوير ليس حزب، ليس جماعة. القرآن، تفضل الدكتور قال أنه القرآن نور. طيب رب العالمين ما قال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا؟ فالقرآن نور، جيد، متفقين فيها. ألم يقل الله
ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وعلق هذه الجملة بالكتاب نفسه وعلقها بالأنبياء. شو يعني هذا الكلام؟ يعني الأنبياء والرسل أئمة دعوة تنوير وهدى. إذن القرآن كتاب نور ينور. إذن التنوير مفهوم أصيل في الثقافة القرآنية، لا علاقة لنا بفلان أو جهة بأوروبا أو غيرها إطلاقا. ممكن يكون في بعض القواسم المشتركة، هذا شيء طبيعي بين الفكر الإنساني كله، في قواسم مشتركة، لأن طبيعة التنوير دلالتها تدل على التفكير والحرية والعلم. طيب أليس التفكير والحرية والتعقل والعلم أسس قام عليه القرآن؟ إذن القرآن قائم على قواعد التنوير، لابد من إنارة الطريق. فإذن أول نقطة، يجب فصل ما يسمى التنوير في البلاد الإسلامية عن التنوير في أوروبا. لا علاقة بينهما عضوية أبدا إطلاقا. ولكن من دعاة التنوير يقولون أن التراث يجب، هناك تعبيرات تستخدم، تراث يجب نسفه ويجب عدم التعامل معه لأنه لا يناسب هذا العصر، وهناك أحيانا ليست فقط دعوات تصل إلى حد التهكم والهجوم الشرس والعنيف. نعم. واستخدام بعض العبارات القاسية. هلأ إساءة الاستخدام لكلمة التنوير من قبل جماعات أو مراكز لا يعني أن التنوير فكرة شيطانية أو انشيطنة. في إساءة تطبيق بكل شيء وبكل الاتجاهات، لا يصح أن نعممه نحن أطلاقا، وما بصير نشيطن الموضوع. يعني إذا استخدم التنوير الغرب لأجندة معينة نجي نقول نحن إذن التنوير اللي يحصل الآن في البلاد الإسلامية هو امتداد للتنوير الذي حصل في أوروبا. لما في علاقة أصلا، مفصولين تماما. التنوير أصيل من ثقافتنا وهو جزء لا يتجزأ من المفهوم القرآني. فهلأ بالنسبة للتراث، قبل ما يجي على التراث نحدد نحن أسس التنوير. طالما القرآن نور باعتراف الجميع والمسلمين، والقرآن يدعو إلى التنوير. طيب. والنبيين لدينا ضيوف سينضموا إلينا في هذا الحوار أيضا، حتى نكون قد حاولنا أن نلم بأطراف عديدة لتشاركنا هذا الحوار. ينضم إلينا من عمان دكتور بسام العموش، أستاذ الشريعة والسياسي الأردني السابق، مرحبا بك معنا دكتور. وينضم إلينا أيضا من السويد دكتور أحمد الرمحة، الكاتب والمفكر الديني، مرحبا بك دكتور أحمد معنا. ربما استمعت إلى ما قال له الآن سيد سامر دكتور عموش، وهو يقول لماذا يتم التصدي لهذه الحركات التنويرية رغم أن الأصل في الدين وفي الإسلام وفي القرآن الكريم هي الدعوة إلى التنوير بشكل كبير، لماذا يحاول البعض وضع قداسة على تفسيرات واجتهادات لهذا الدين هي يمكن أن تكون وليدة عصرها وربما في عصر آخر تحتاج إلى اجتهاد جديد؟ تحياتي لك وللضيوف الكرام. أظن أنه إحنا بدأنا نحدد القضية أكثر. إذا كان تفضل الأخ أنه لا يتحدث عن التنوير الأوروبي الذي ثار على الدين ورفض الدين وشكل في النهاية محاصرة لما أسموه رجال الدين في الفاتيكان، نحن أولا ما عندناش رجال دين، وبالتالي ليس هناك ناطق بسم الله. العلماء ورثة الأنبياء يقربون المعنى، ولكن العلماء كلامهم ليس مقدسا، فيمكن وبالتالي الكلمة التي أنت أثرتيها التراث، التراث كلمة كبيرة تعني القرآن وتعني السنة وتعني الشروح التي قامت على هذا. الإمام مالك وهو إمام من الأئمة الأربعة يقول كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر. لكن إذا كنا نتكلم عن حركة تنويرية داخل العالم الإسلامي فنحن نرحب فيها إذا كانت هذه ضمن الأسس المعتمدة، كما ترى تلا الإخوة الكرام آيات التي تدعو إلى العقل وتدعو إلى النظر وتدعو إلى التفكير. نحن ديننا أصلا يعني قام على هذا، وحتى علماء العقيدة عندنا علماء التوحيد كانوا يتحدثوا عن أن المكلف يجب أن ينظر، وطبعا ينظر بمعنى أنه يستخدم عقله، يعني في غزل في القرآن بالعقل، أفلا تعقلون. نعم. إن في ذلك، هل في ذلك قسم لذي حجر، أفلا تتدبرون، لأولي الألباب، أفلا تفكرون. يعني هذا نعم. غزل قرآني مش موجود في أي كتاب، وبالتالي ولكن المشكلة دكتور لنكن أكثر صراحة ووضوح، ما أن يذكر مفهوم التنوير إلا وتثار حالة من الهجوم والجدل الشديد، وحضرتك شخصيا تتابع هذا الأمر، ليس وليد اليوم، ولكن حينما يذكر
لفظ التنوير أو محاولة الاقتراب من التراث يكون هناك الهجوم الشرس وكأن هناك حالة من التقديس لهذا التراث أو لرموزه. إذا سمحتي بس تعطيني الفرصة حتى يعني أعبر عن الفكرة. يعني إحنا إذا كان التنوير اللي إحنا أصلاً عندنا ديننا في باب الاجتهاد، لو كان للقرآن تفسير واحد كان ما في داعي عدة كتب في التفسير، لو كان البخاري له شرح واحد شرحه ابن حجر، القسطلاني شرحه، مسلم صحيح مسلم شرحه الأبي وشرحه النووي، هذا يعني أن العلماء فالباب مفتوح لنا. لكن أحيانا بعض من يسمون بالتنويريين يعني يريد أن يغير النص. يعني أنا استمعت لأحد الأشخاص يدعي أنه يعني أنه من أهل الاجتهاد، وطبعا هو مهندس، يعني هاي اللي ذكرها الأخ الكريم فاسألوا أهل الذكر، يعني كل في اختصاصه، أنت مهندس كيف تفسر القرآن؟ يقول مثلا جاء بآية خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال خذوا ابتسامتكم، هذا تحريف للقرآن وغير صحيح يعني. وبالتالي الابتسامة تعود حالة نفسية، قد أكون عندي ظرف أبتسم وقد يكون عندي ظرف غير مبتسم، ولكن مقصود نظافة الإنسان ونظافة الثوب وأنه ذاهب برائحة طيبة إلى مسجد يجتمع فيه الناس. فالتنوير إذا كان تجاوز لابد أن نقف ضد التنوير، أما إذا كان التنوير بمعنى أن نقف ضد الحجابين والفتاحين والدجالين والذين يعالجون، يدعي يعالج بالقرآن ويخرج الجن، وال الذي يدعي أن سيحصل سنة 20 كذا وسنة 25 كذا، الكهانة الرقمية التي تلبط بالقرآن، هذا كله إحنا ضده. طيب أما إذا نعني التنوير البناء فنحن نرحب في التنوير البناء. نعم، هذا المصطلح سيثير جدلا جديدا، مسألة التنوير البناء ومن سيحدد إذا كان هذا تنويرا بناء أم تنويرا غير بناء. أنقل مفهوم التنوير الذي ذكرته حضرتك الآن لدكتور أحمد الرمح، وهو له اجتهاد كبير في هذا الأمر في تعريف مفهوم التنوير. هل ما يقوله دكتور عموش الآن هو التنوير كما يجب أن يكون أم لدى حضرتك وجهة نظر أخرى؟ تحياتي لك ولضيوفك الكرام. لا، أنا أختلف مع ضيفيك الأزهري والسيد من عمان مع احترامي لهما في هذا التعريف. الفرق بيننا كتنويريين وبينهم في قضية أساسية يعتمدها القرآن هم يخالفونها. القرآن الكريم والدين جاء لخدمة الإنسان، هم يريدون الإنسان لخدمة الدين، وهذا هو الفرق. القضية الثانية، هناك مسألتان أساسيتان هم يعتمدونها، نحن نطالب بتحديثها. مثلا أدوات إنتاج المعرفة التي وضعها الفقهاء والأصوليون منذ 1200 سنة المعروفة لا تحتاج الآن إلى تعديدها، يقولون يجب أن لا نخرج عنها. نحن نقول عصرنا، عقلنا، فهمنا ينتج أدوات معرفة متناغمة مع النص، لا تخالف النص، تذهب مع روح ومقاصد النص. واحد. اثنين، نظرية المقاصد التي وضعها الإمام الشاطبي منذ 7 قرون تقوم على 5 أسس لا يخرجون عنها، تقول الدين، النفس، العقل، النسل، المال. هذه النظرية مخالفة للقرآن. أنا قمت ببحث بتحديث هذه النظرية وقلت القرآن لا يقول بهذا، بل بالعكس القرآن يقول الإنسان أولا، الحرية ثانيا. الإنسان أولا لأن القرآن بدأ بسم الله وانتهى بسم الإنسان من الجنة والناس. الحرية ثانيا لأن الله يريد عبادا لا عبيدا ولا تابعين. ثلاثة، العقل ثالثا لأن العقل مناط التكليف، والنسل ثم يأتي الدين والمال. هذا التحديث في المقاصد، والتحديث في أدوات إنتاج المعرفة من فتوى ومن تفسير هي التي نختلف معهم بها. وبالتالي نحن نقدم الدين إنسانيا، لا يكفر أحد، يحترم كل الرسالات. الرسالات تتابع وتتكامل، لا تتناقض ولا تتخاصم. طيب أعطي التعقيب لدكتور عبد المنعم على ما ذكره، وسأعطي للسيد عموش بالتأكيد التعقيب لأن هناك اختلاف جذري الآن. في الأول أحب أن أنبه على أن القرآن والسنة كما قال أخي الكريم، القرآن والسنة ليسوا تراث. القرآن والسنة أمور ثوابت، أما التراث اجتهادات وأراء منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي نقف ضده.
القضية على أن استعمال العقل الذي يقال إن أنا عاوز حرية تعبير وأنا أريد أن أتقدم، لم يستعمل العقل في التكنولوجيا مثلا ولا في، إنما دخلوا به إلى ملعب الدين. يعني نفاجأ أنه يريد أن ينور فيلغي السنة المطهرة تماما. ثم يعني أنت خليك خارج الملعب، فرصة لأحكي بالتأكيد بالتأكيد خارج الملعب، اتكلم في التكنولوجيا في العلم وإحنا معاك ونصفق لك، ولكن النقاط اللي حضرتك أثرتها الجمهور الآن ربما ينتفض منها، له الحق أن يعقب على ما وسأعطي سأعود لحضرتك. أتمنى أن يكون هذا غير صحيح. طيب بس أنا معي وثائق. تفضل. نعم، قبل ما أفوت بالتفاصيل في نقطة مهمة جدا تتعلق بالتنوير. طالما اتفقنا أنه التنوير موجود، فإذا نحن الآن فريق واحد مو خصوم. لا، ولكن هذه النقاط التي يقولها لا تتعلق بمفهوم التنوير الذي يمكن أن يتم الحديث عنه، ويرى أنك تحرف ولا تنور. جاي إلها أنا، بس أنا نمشي فكرة فكرة. فطالما نحن فريق واحد ومتفقين بالتنوير، الآن دخلنا للتنوير. التنوير له أسس، ليس هو أمر متميع. تنوير شو عم بنحكي؟ تنوير بعلم فيزياء وفلسفة ولا دين؟ فإن كان دين فإله مصدر، يعني التنوير لأنه أسس وله منطق، له مصدر. مصدر الدين هو القرآن، فإذا أسس التنوير نستمد من القرآن. طيب أنت السنة. أنت تخالف ما ذكر في القرآن السنة. الكريم والسنة كما يرى. دعيني أكمل. طيب فدخلنا إلى القرآن. القرآن أعطى العقل قيمة كبيرة جدا، ليس هو عبارة عن حالة فرس بيركبه الإنسان، لا، هو أفلا يتفكرون، أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون. وحتى عند المسلمين العقل مناط التكليف، إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب. والقرآن نزل للإنسان وليس الإنسان خلق من أجل القرآن. هذه واضحة في فكرة الدكتور، لكن أنا أسألك عما ذكره لأنه خطير. جاي أنا لنثبت الثوابت، ولكن صدقني نصيحة أن تكون الإجابة مباشرة، لأن هذه أمور خطيرة. لا، أنا بهمني الثوابت أكثر من الأفكار هي. الثوابت بقى هون الدينية، الإيمان بالله، اليوم الآخر، العمل الصالح الذي يقوم على منظومة القيم والأخلاق والوصايا العشر، مجموعة من الأحكام الشرعية موجودة في القرآن، هذا هو الدين، انتهى. وهي أسس الدين وهي الثوابت، ونضع دائرة عليها، أي موضوع خارج هذه الدائرة ما اسمه نقاش ديني. القرآن نزل كتاب إلهي من البداية للنهاية، هذا ما في خلاف فيه. أما ليس كل كتاب دين، مواضيع الدين محصورة حصر، إيمان بالله، اليوم الآخر، العمل الصالح، أصول إيمانية منظوم غير الأصول. يا أخي الكريم اسمعني. نعم. الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، العمل الصالح قائم على منظومة قيم وأخلاق والتزام وصايا عشر، وشمل إيش؟ المحرمات والواجبات. هذا هو الدين، سكر الدائرة عليه. الدين نصه طلبي، نصه طلبي. طب حرام دكتور، حلال. الدكتور يعترض يقول أنا هذا هذه مسائل أصولية، يعني بده يجي يعترض بماذا؟ مسألة أصولية. لماذا تعترض؟ في نص ديني طلبي اللي هو يتعلق افعل ولا تفعل، هذا اسمه دين. في نص خبري، الخبري مو دين، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، هذا مو نص دين، هذا نص قرآني إلهي خبري للدراسة. بدي أصل أنا أنه دراسة هذا الموضوع غير دراسة هذا الموضوع، يعني خلافي بأن في خلق السماوات والأرض مو خلاف دين، خلاف صح خطأ وبيحكم بيناتنا العلم. أنا ما كنتش عايز أجيب هذه القضية، لكن هو دخل في أكثر من قضية في أبحاثه وبيقول التنوير هو الذي دعاني إلى ذلك. أمسك النص وأفكك النص، النص القرآن، أفكك النص ثم أضع الأمور بجوار بعضها وأفسر. يعني إيه؟ يعني الكتب القديمة كلها أو التراث اللي احنا بنتكلم عنه ده يلقى، وده باسم الحداثة، يلقى من سفينة الحداثة إلى البحر تماما. الموضوع ليس قال، الموضوع ليس قيل وقالوا، هي موضوع تاريخي ليس بالدين، نقاش تاريخي. النبي إسماعيل ما بيقولوا هنين أخوه للنبي إسحاق، يعني أبوهن النبي إبراهيم، شلون بيكون هذا يهودي هذا مو يهودي؟ لا هاد يهودي ولا هاد يهودي. وأنا لم أقل إطلاقا أن النبي إسحاق يهود أو اليهود لهم علاقة بالإسحاق، اليهودية ملة ما لهم علاقة. النبي محمد. طيب هناك تعقيب من دكتور عموش على هذا الأمر إسحاق. طيب تفضل دكتور عموش، تفضل. يعني إذا سمحتي، أخونا من السويد يعني خلط بين المقاصد والضرورات. المقاصد بتشمل الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وهو تكلم عن الضروريات، ويعني هذا نوع من الخلط، يعني أرجو أن يكون واضحا. وهذه المقاصد ليست وقفا إذا حددها الشاطبي
بعلامات، فجاء الناس مقاصديون جدد وأضافوا. يعني اليوم إحنا ممكن نضيف للمقاصد الحرية، العدالة، كثير من الأشياء، وذكرت الحرية في أكثر من على لسان أكثر من أخ فاضل. ديننا دين الحرية المنضبطة، لا إكراه في الدين، فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. الدين يخدم الإنسان، نعم جاء الدين يخدم الإنسان، والإنسان هو أيضا يحمل هذا الدين وينشره. التراث، أنا يعني مع احترامي لأخي الكريم، هذا اصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح. يمكن البعض يقول إن التراث هو عبارة عن ما كتبه الناس بعد رسول الله عليه السلام، وأنا بالنسبة لي أرى أن التراث ما ورثناه، فنحن أخذنا القرآن، العلماء ورثة الأنبياء، أخذنا القرآن. تصورت أن حضرتك سترد على ما طرحه سيد سامر لأنها كانت نقطة محتدمة للغاية في النقاش. نعم، ما أنا بس يعني دقيقة إذا سمحتي لي، يعني نقاشنا كله يدور حول شيء إحنا في العقيدة ندرسه، هو نظرية المعرفة. من أين تأتي المعارف للإنسان؟ يولد الإنسان ولا يعرف، ثم تبدأ تأتيه المعارف من الحواس، تأتيه الحواء من التجربة، تأتيه من الخبر. أما الرسول قال، ولما يقول الرسول فهو دين، ولو أنها مسألة إخبارية تاريخية، ولو كان اسمه أي اسم آخر، ولكن مدام عندي نص، هذا يوقفنا مع الحداثيين الذين لا يريدون السنة ويقولوا السنة دخلها الضعيف ودخلها المكذوب، وبالتالي خلينا مع القرآن. وهذا حصل حتى من بعض الناس في زماننا هذا. ماذا يريد التنويريون؟ هذا سؤال في غاية الأهمية. وأنا ماذا يريدون؟ إذا كان، اسمحي لي دقيق، إذا كان ما يريدوه هو تفعيل العقل والنظر في الكون والصناعة والبناء والإعمار والإصلاح الإداري، كلنا مع ذلك. إذا أردنا أن نرد على بعض ما جاء في التراث، على ابن كثير ولا الطبري ولا غيره، أيضا هذا متاح. أما أن نرد كلام رسول الله أو نحرف القرآن ليقال عنا أننا تنويريون، يعني أشكرك على هذا الإيجاز الذي يصلح الآن أن يكون هي صلة بينك وبين الله. أنت نعم هذه مقدمة، هذا نوع من إفساد الدين. نعم، هذه مقدمة رائعة لنتناقش فيها سويا بعد هذا الفاصل، وما طرحته حضرتك يصلح لأن يكون محورا لما تبقى من هذه الحلقة. التنوير رغبة في الإصلاح أم هدم للثوابت؟ بالطبع ما طرحه دكتور عموش سؤال في غاية الأهمية، ماذا يريد التنويريون؟ لترد دكتور الرمح على هذا الأمر إذا سمحت. نعم سيدتي، هذه قضايا تاريخية، بل أكثر من هذا نقول كتنويريين، أنا أتحدث عن نفسي، ولا قضايا الغيب، لأنه لا القضايا التاريخية ولا القضايا الغيبية تنقذ مجتمعا، تطعم جائعا، ترد حقوق المرأة، تحقق العدالة الاجتماعية، هذا ليس من التنوير، وعلينا أن نفرق بين التنوير والتثوير. نحن تنويريون لا تتوير، نعم هناك تتويرون. القضية الثانية نفرق بين الدين والتدين، نحن نطالب بالأصالة، وأصالتنا هي القرآن، كل شيء بعد القرآن هو يعتمد على القرآن، كل الذي نقوله ما لا نريد من التنوير. أساسا قضية التنوير جاءت بمسألتين كل الأنبياء دعوا لها، الحرية والعدالة الاجتماعية، كل الأنبياء طالبوا. طيب ماذا نريد؟ مجتمعاتنا اليوم تعاني من عدم القدرة على معايشة المعاصرة وفهم متطلبات الحداثة وثقافة دولة المواطنة. نحن مجتمعات ثيولوجية تعتمد النص الديني، وما أن فهم النص الديني ما يزال مرهونا ومقيدا بالمعرفة التراثية، فلا بد من حراك تنويري يقدح شرارة الإبداع. الأمة التي تفكر بطريقة واحدة أمة لا تفكر. يجب أن يكون النقد مسموح، والقرآن أول من دعا إلى النقد. كيف دعا إليه؟ من خلال مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن هو يقول أنكم وأنتم تدعون، أو بعض التنويرين وهم يدعون إلى هذا الأمر، وطرحه دكتور عموش بكل وضوح، أنها محاولات لهدم النص القرآني وتحريفه وعدم الاعتراف بالسنة. هذا افتراء نسألهم عليه أمام الله. النص القرآني نص مقدس، أبدا. فهم النص يخضع لآليات
من يقوم طيب لو أعطي إليهم الرد، أنت وصفتهم بأنهم يفترون على المتنورين. ماذا يريد سيدتي؟ طيب لنجعل دكتور عبد المنعم يرد ودكتور عموش يرد أيضا، حقهم في هذا الأمر، حقهم تفضل. قلنا يعني ليس لنا مشكلة مع هؤلاء، لكن ماذا يريدون كما قال أخي الفاضل، ماذا يريدون؟ هو يقول أنكم تفترون على التنويريين. نعم. حينما يتم توجيه، حينما يقول أن القرآن كذا. طب أين السنة من القرآن؟ برا، خط أحمر عليها، ده رقم واحد. أين السيرة؟ خط أحمر عليها، رقم اثنين. يقول القرآن الكريم من يطع الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع إيه؟ يعني فقد أطاع الله. سامر يدعمني أنني لست عادلة في الوقت. طيب التقاطع تعليق شيء غير جميل يعني. طيب لا 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 قلت أغلق. طيب لننظم الحوار. طيب أنا لي حق الرد، لي حق الرد، رد طرف منهم أنا أجي دوري. طيب لم تأتي الأمر بطاعته منفردة إلا في آية واحدة عندما تحدث وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول، مرة واحدة. نحن في العبادات وكيف تقسيم نصاب الزكاة، نعم نطيع الرسول. ما هي السنة يا سيدتي؟ يا سيدي أرجو أن نعطي الحوار لكل أطراف دكتور رمحي إذا سمح. إذا سمح. طيب إذا سمح لا أكون عادلة في توزيع الوقت، إذا سمح سأعطي دكتور سامر، ولكن لأنه نفس التوجه سأعطي فقط لدكتور عموش رد سريع دكتور إذا سمحت حتى أعطي لبقية يعني صحيح. لكن أنا بسأل ما ذكرته أنت، الحرية والعدالة موافقين عليه، بس أنت بدك توافق على أحكام الإسلام في القرآن والسنة، وأنت تقول لا ننكر السنة. هذا الحديث ليس أنت من تقول أنه ليس بصحيح، هذا الحديث صحيح وثابت. مجتمعاتنا تنطلق من النص الديني. لا يا سيدي، مجتمعاتنا فيها من هو موافق للدين وفيها ما هو مخالف، وفي أنظمة وفي قوانين موافقة وفي أنظمة مخالفة. نريد الإبداع، نعم نريد الإبداع. النقد مسموح، نعم النقد مسموح. لو رأينا فيك اعوجاجا. أنا بسأل يعني أحد التنويريين، لا أتحدث عن الأخ، أحد التنويريين يقول لي أقيم الصلاة، يعني يقيمها في نفسه فيتصل يتأمل، ربما مثل الهنود يعمل هكذا يديه ويتأمل، وبالتالي أقام الصلاة. ليست هي الصلاة، هاي الصلاة الأربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات، هاي جاءت في السنة. من أراد أن يلغي السنة عندئذ هو لا يمكن أن يطبق القرآن. وأنا مبسوط منك أخي الرمح أنك تقول لا ننكر السنة. إذن القضية حيثما ثبت الحديث أنه ثابت علينا أن نأخذ به. نعم. أما أنا أتفق معك، فهم الناس للآية صحيح، فهم الناس للحديث ليس ملزما لنا صحيح دكتور، أحييك على هذا الطرح. ولكن سيد نعم. ليس عامة الناس، العوام. طيب. العوام غير المختصين ليس لهم حق أن يفسروا القرآن أو نعم. يفسروا السنة. دكتور سامي له الحق في التعقيب، تفضل دكتور. الموضوع لابد له من تأصيل، الدخول بالتفاصيل والقفز من فكرة لفكرة لفكرة حيضيع الموضوع. موضوع محاربة التنوير، بريد نرجع للتنوير، هو المهم دون التفاصيل هي كلها. محاربة التنوير هي كلمة حق أريد بها باطل، كما رفع شعار لا حكم إلا لله أيام علي أبي طالب، وقال هذه الكلمة حق لكن أريد بها باطل. نعم. التنوير كلمة حق، القرآن نور، ومهمة التنوير، والأنبياء كلهم أنبياء أئمة دعوة وتنوير، ونحن مأمورين كدعاة وكعلماء أن نمارس التنوير. التنوير يقوم على العلم والعقل. أقول هذه المقدمات، ولكن دكتور منعم يقول لك أنك تخالف النص الذي جاء في القرآن فيما تطرح. فهمه أخالف فهمه. القرآن حجة علي وعليه. فإذا لا أنا ناطق بنص القرآني وليس هو ناطق بالنص القرآني، القرآن يحكمني ويحكمه. ما فهمي ما بيحكم فهمه، فهمه ما بيحكم فهمي، فهم يقابل فهم، والنص القرآني حجة الاثنين. بدنا نفرق ما بين موضوع ديني بصير نقاش ديني بين موضوع تاريخي. بنرجع للثوابت، الأصل في الثوابت أنه قائم على القرآن، القرآن مضبوط بدائرة، أي أمر خارج هذه الدائرة ليس من الدين إطلاقا، ليس من الدين، خارج الدين صار. هلأ الدين عم ننكر السنة، كلمة حق أريد بها باطل، نحن لا ننكر السنة، نحن نضبط مفهوم السنة. السنة عندنا غير الحديث كما هو موجود في اللسان العربي. السنة طريقة عملية، ولن تجد لسنة الله تبديل أو تحويلة. حديث تاني، موضوع تاني. مع العلم أنه لا كلمة السنة ولا كلمة الحديث أضيفت للنبي محمد كاسم، لا كنبي ولا كرسول، أجا فيه طاعة واتباع. هالكلمات ما وردت مع النبي محمد إطلاقا. السنة طريقة، شو يعني طريقة عملية؟ معناتها ليست مصدر ديني تشريعي،
مصدر عملي مو مصدر تشريعي، يعني ما سن هذا عمل. الكلام يغضب دكتور عبد المنعم بشكل كبير، يعني يغضبه بشكل كبير. كون السنه، كون السنه طريقه عمليه، حاول ان يضبط مشاعره وردوده. اذا كون السنه طريقه عمليه، اذا طبيعي جدا انه ما يكون فيها حكم. طب نعطي لا ما خلصت انا. طيب تفضل. اخذوا حقهم. طيب. الروايه هي الاحاديث. هلا هون النقاش، هل الروايات الحديثيه ممكن تستقل بالتشريع عن القرآن؟ يعني القرآن يسكت على أمر، ومعروف عند العلماء أنه القرآن إذا سكت عن أمر فهو حلال ضرورة. أصل في الأفعال الحلال، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حرام وهذا حلال لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. بنص القرآن كل من يقول هذا حلال وهذا حرام لا يعتمد على النص القرآني، القرآن وصفه أنه كذاب ومفتري. النص القرآني أمر النبي، قل، خطاب للنبي، وجه للناس، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وتلى المحرمات، ما في شيء أنه مستدرك في محرمات يحلكم ياها أنا على جنب بيني وبينكم أو بالروايات. لذلك النص القرآني هو المصدر الديني المحفوظ والقطع الثبوت محل اتفاق، وهو قاعدة للتنوير. أي أمر من الأحاديث والروايات اللي هي ظنية الثبوت، نعم، ما في قطع أبدا. طب هذه نقاط مهمة رد عليها دكتور عبد المنعم، لأن هناك أيضا من يقولون أن رجال الدين يضيقون بهذا المفهوم بشكل كبير، وأحيانا يكونون أكثر قسوة من النص نفسه الذي ربما يكون أكثر رحابة. سيدتي الفاضلة، أولا فيش رجال دين، علماء الدين. علماء الدين دول حراس للأفكار الدخيلة علينا دي. يعني لما أجي أقول لا أنكر السنة وبعدين أقول لك القرآن وحده، يعني الأخ الفاضل لا ينكر السنة ثم القرآن وحده، كيف يكون هذا التناقض؟ هذه واحدة. الثانية، التنوير باعتراف الجميع يقوم على العقل أم ليس على العقل؟ على العقل. على العقل. إذن حينما أعرض القرآن الكريم وما فيه من آراء، العقل نفسه سيرفضها. يعني أنا داخل إلى شيء سأرفضه بعد ذلك. هل عقل يتقبل أن سيدنا موسى عليه السلام يضرب البحر بعصاه فينفجر البحر؟ أي عقل هذا الذي يقبل أن الحجر يخرج ماء؟ هل هذا عقل؟ أي عقل هذا الذي يتقبل أن ناقة تخرج من بين الصخور ويتقبلها العقل؟ أي عقل هذا الذي يتحدث عن المعجزات الإلهية؟ عن المعجزات الإلهية، إن النار من خاصيتها أن تحرق، كيف يلقى العقل كده؟ العقل كيف يلقى إبراهيم في النار ويخرج سليما؟ نفاجأ سيدنا عيسى، كيف الميت بعد ما يموت يحيى بإذن الله؟ إذن العقل سيدخل إلى القرآن، هو بيختبئ خلف ستارة القرآن الكريم، لكن حينما يدخل إلى القرآن سيلعب في هذا الملعب ويعطي خطوط حمراء. ماذا يريد التنوير؟ سؤال أخي الفاضل، ماذا يريد؟ يريدون أن يدخلوا علينا بمصطلحات براقة ثم بعد ذلك إلى الثوابت. والأكبر دليل إنكار السنة. طيب هذا والأخي حينما تحدث، أخي الفاضل تحدث يقول لا أنكر السنة ثم يقول القرآن وحده. طيب ليرد دكتور الرمح على ما قالوا، أنتم تحاولون، يعني هو يقول أولا ملاحظة مهمة أن أحيانا لا يمكن استخدام العقل فيما يتعلق بالمعجزات الإلهية. المسألة الثانية أنكم تدعون تعريفا للتنوير، ولكنكم حينما تدخلون إلى حقل الاختبار الحقيقي تظهر أو يظهر الوجه الحقيقي لهذا التنوير الذي يريد التحريف. هم يتهموننا ظنا، ونحن نقف أنا وإياهم أمام الله في هذا الاتهام. واحد. اثنين، قضية المعجزات ممكن أن تفردي لها حلقة ونقول لهم كيف نفهم المعجزات وكيف فهم التنويريون المعجزات. والقضية الثالثة التي يتحدث فيها السنة، أي سنة؟ هناك سنة مصنعة سياسيا في عند صنعها الأمويون ودونها العباسيون، هذه نكفر بها، ليس لنا نؤمن، نحن نكفر بحكم الردة وهو حكم سياسي، هذا ليس في القرآن. نحن نكفر بزواج الطفلة وهذا حكم سياسي واستغلال، ليس بالقرآن. طيب نحن نرفض جهاد الطلب. لحظة يا أخي الفاضل، نحن نرفض جهاد الطلب لأنه ليس بالقرآن. نحن لا نكفر أصحاب الرسالات لأن آخر ما نزل أخي الفاضل يصلي أم لا يصلي؟ لا يصلي لا أم لا, لا, لا يصلي؟ يعني ما نحن يصلي لا مسلم لا مسلم بيصلي. قل له أخرج من القرآن أن صلاة الظهر أربع
أو صلاة العصر أربع أو صلاة المغرب ثلاث، خلي أقل شيء بنعرفه عن هؤلاء. لا لا لا، فليخرج لنا من القرآن ما فعل، يخرج لنا رمي الجمرات من القرآن الكريم، يخرج لنا عدد الطواف من القرآن الكريم، يخرج لنا المبيت بمزدلفة من القرآن الكريم، يخرج لنا هذه الأمور. الأمة يمسح عليها تماما. يعني يبدو الأمر أنا اللي طرحته عم أصله ما عم تفهمه. نحن لا ننكر السنة، لا ننكر السنة. طب لنستمع إلى بعضنا البعض. نعم أكمل. طب أعطي للدكتور رمح وأعطي لحضرتك. تفضل دكتور رمح. يا سيدتي، السنة المصنعة سياسيا أمويا وعباسيا نرفضها، نكفر بها. ولكن دكتورة، هذا اتهام في غير محله كما يقول كلام دكتور عبد المنعم. كلام مرسل. كلام الذي في غير محله. السنة نقل الصحابة خطوات النبي ومشي النبي صلى الله عليه وسلم وعدد شعر النبي حينما يحلق ووضوء النبي واستحمام النبي ودخول النبي إلى الخلاء وخروجه منه والاستيقاظ من النوم. ما في ولكن هذه التفاصيل دكتور عبد المنعم ليست هي المسألة المهمة والجوهرية في الدين، ولكن كيف يعيش المسلم، كيف يتطور الإنسان، كيف يتقدم، هذا هو الموروث الذي يمكن الاستناد إليه. بالجمع بين العقل والنقل. طيب بالجمع بين العقل والنقل وليس العقل وحده. دكتور أحمد تفضل سريعا لنعطي الحق لدكتور سامر. تفضل سريعا. يقولون الجمع بين العقل، وكيف أفهم النص بلا عقل؟ هم يقولون ونحن معهم العقل مناط التكليف، إذن هذا النص يفهمه العقل. هم يذهبون إلى كم عدد الركعات. لا، مو هذه السنة اللي نحن نكفر بها. نحن نقول لكم هناك سنة سياسية يراد منها قتل المخالف. حينما تتحدثون عن الردة وزواج الطفل الرضيع وتفخيد الرضيع وجواز، هو يرى أن هذا تصيد، ونحن رد عليه العلماء هذا الكلام. طيب. كله طيب. أنت بتأتي بأشياء تتصيدها وتقول هذا هو الإسلام. فقط أنتم مبغوضون من التنوير لأنه يسحب البصر. بالعكس، من تحت. احنا عندنا النور وليس التنوير. داخلك يا مصدر. عم احترامي للجميع، عم يكون استخدام المصطلحات بالمستوى العامي السطحي. السنة في القرآن والسنة في اللسان العربي الطريقة، لا علاقة لها بالحديث والرواية إطلاقا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة النبي يعني طريقته. السؤال من أين أتت؟ طريقة الصلاة حكم شرعي نزل في القرآن، هذا ما نقول به. القرآن مصدر ديني تشريعي أمر بوجوب الصلاة، وفيها الهيكلية العامة قيام ركوع سجود، نفذها النبي طريقة عملية فنأخذها طريقة عملية لا سند لها ولا عنعنة، متتابعة في الأمة. نعم لحظة. هذه السنة. إذن عندما قلت أنا لا أنكر السنة، إذن نعم لا أنكر السنة، لأن الصلاة موجودة والحج كذلك. هو السنة فقط في الصلاة والحج، ما سوى ذلك أنه والله فعل كذا وفعل كذا وتكلم. عفوا، قول النبي يا أخي الكريم عم نضبط مفاهيم. قول الرسول ما اسمه سنة، لا بالقرآن ولا بالمنطق ولا باللسان العربي. طيب اسمه اسمه حديث، اسمه رواية. هذا الحديث والرواية. طيب الوقت انتهى. تفضل سريع. أنا مشكلتنا مو مشكلتنا القول والحديث، يعني مشكلتنا مو مع النبي نفسه، مشكلتنا مع ما ينسب له. طيب. فالعقل. بالتأكيد. العقل. أنه أنتم عقلانيين، كأنه العقل هو عبارة عن حالة مزاجية. العقل حالة اصطلاحية. عندما نقول هذا أمر عقلي يعني طيب. علمي منطقي. طيب دكتور عموش الوقت ينتهي، تفضل حضرتك لتعقيب أخير. يعني أنا أتفق أنه لابد من تحديد مفاهيم المصطلحات، لكن نحن يا أخي الكريم لا تظنوا أننا بهذه السذاجة. نحن ندرس في كليات الشريعة الفرق بين السنة والحديث والسيرة، هذا ندرسه وليسنا نسمع. هل السيرة يا سيدي الكريم هي مصدر ديني؟ إذا سمحت هل هي ثابت ديني؟ الآن حتى ما يضيع الوقت. لنستمع إلى بعضنا. تفضل دكتور. لسنا على حرب مع التنويريين. التنويري المحترم الذي يقر بالكتاب والسنة وله وجهة نظر نرحب فيه ونحن معه. موضوع الثوابت قرآنية، لا الثوابت مش فقط قرآنية، لا الثوابت قرآن وسنة نبوية. السنة غير الحديث، يعني الأخ بتكلم يقول أنا لا أنكر السنة ولكن هو له موقف من الحديث باعتبار رواية. السنة حينما نقول ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذا كله موجود.
هو يرى ان هذا اصطلاح، هو يريد تحديد المصطلح. ما انا بدي اصطلاح، انا التزم بما عرض القران. اكمل بما انا ما قاطعت. تفضل تفضل، انا الوقت ذهب. هل الحديث يسال سؤال، هل الحديث يستقل بالتشريع؟ نعم يستقل بالتشريع. انا بسال سؤال، العقل الذي نحن نقدره ونريده في كل مجال ينتج فيه، العقل الى الان لم يصل الى تقسيم واحد تقسيم صفر في الرياضيات، بيقولوا ما لا نهايه، وبالتالي العقل استخدامه فيما لا ينتج لا يمكن ان يؤدي الى نتيجه. هذا استخدام العقل بشكل خطا، العقل مو آلة. الاخ رياضيات هو عقل. يعني الاخ يقول سنقف امام الله، نعم احنا واياكم سنقف طيب. امام الله سنقف. اي سنه يعني اي سنه نكفر بها؟ سنقف جميعا امام الله معلش دقيقه بالتاكيد بالتاكيد. السنه السياسيه التي فعلت، انا كنت اتمنى ان يكون لدي المزيد من الوقت. سمعتي الردة ليست حدا عند الراجح من العلماء، السنة الردة هي عقوبة سلطانية حسب حالة الشخص. أما النقطة الخطيرة التي ذكرت، نعم هذا النقاش مستمر حتى اللحظة. طيب أنا بشكر ضيوفي الأعزاء، وصلنا لختام محل نقاش، شكرا لكم وإلى اللقاء.